زي من السيارة يأشر بيده ويشمر ويقول لهم هذا خذوه، هذا عفوه، هذا شحطوه. يعني أخذوا اللاب الدورية حاكي. اعتقل والدهم دون أسباب، عملية الاعتقال حصلت دون أوامر قبض، وإنما بواسطة شخص مدني ترافقه دورية أمنية. رايح طالع من البيت ووالدتي دزته، قلت له هاي فلوس السلفة بس وديهن بيت فلان. أخذ الفلوس وراح، وصل البيت المعني انطال المبلغ وجاي يدور يرجع للبيت، يعني بشكل طبيعي، بشكل كلش طبيعي، يعني كأنه ما طالع يسوق ويرجع. بس من جاي يدور ويرجع طبقت وراء الدورية، ومثل ما موضح بالفيديو عندك كاميرا مصورته شلون نزلت الدورية ونزلوا من يمها الاتحادية مجندين، وطبقت وراهم سيارة لاند كروز نزل من يمها ولد مثل ما قلت لك قبل شوية، يعني شيء يهدد بيده ويشمر ويشيل هذا وعوف هذا. أخذوا السيارة وأخذوا الوالد، ولحد هسه يعني عندكم عداوة ويا هذا؟ هذا الشخص احنا ما عندنا كل عداوة وياه، بس هو كشخص ألفينات يجي يفتر على البيوت وياخذ جايب له وياه دورية ويفتر. زين أريد أعرف منو بظهره هذا الشخص، منو بظهره، منو اللي جاي يسنده ويخليه هيك يسوي يطلع دوريات، يعني باعتبار مطلع حكومه جاي يتحكم به راكب لاند، اي شخص مدني يتحكم بالدوريه، يطببها باي فرع يريد باي مكان يريد. زين ايه. ويأشر الشخص اللي يريد يشيله يأشر عليه، يقول له شيلوه، يشيله هو وسيارته. شنو السبب؟ بدون سبب؟ هاي بدون سبب، هاي لا سبب ولا، انا العلم انا سيارتي أكو أمر قضائي؟ لا ما أكو أمر قضاء ولا أكو كل شيء. هذه العائلة تتساءل عن أسباب اعتقال والدهم، وتطالب من وزير الداخلية التدخل الفوري لمعرفة تحكم مدنيين بملفات الاعتقال. أطالب وزير الداخلية، أطالب الجهات المعنية، يعني إحنا شنو، إحنا كشعب هنا عايشين شنو يعني حقوقنا؟ وين انتهاكات هاي جاي يصير لنا؟ تهكون يعني سيارة دورية واحدة تفتر على البيوت، تشحط سيارات وتحجز وتسوي وتشحط زلم من بيتها، على شنو السبب؟ بدون سبب. زين ماكو أي سبب، كل سبب ماكو، لا أمر إلقاء قبض لا أي شيء، يعني جت مجرد إنه طبقت السيارة جاي يدور طبقت وراء الدورية أخذتها من السيارة وطلع. من بغداد مصطفى لطيف، قناة الرشيد الفضاء.